لا تنفك ايران ولا من تسميهم جنود المرشد عن استفزاز دول المنطقه والعالم كاسلوب للرد على ما تواجهه من عقوبات ونقمات على نهجها التوسعي وما يراودها من احلام الامبراطوريه الفارسيه واسلوب الاستفزاز هذا يرافقه كلام ناعم ورفع يد البراءه ولبس قناع المظلوم لكن مع تراكم الادانات والشهادات والوقائع ونضوج برك الدم المتورط فيها النظام الايراني بات يصعب حتى على اصدقائه السكوت عنه. بعد الاحجام الاوروبي عن مسايره واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي، اتت التجربه الصاروخيه الايرانيه لتدفع فرنسا وبريطانيا للطلب من مجلس الامن عقد جلسه مغلقه لمناقشه اختبار طهران للصاروخ البالستي متوسط المدى. الخارجيه الفرنسيه اعتبرت الفعل استفزازيا ومزعزعا للاستقرار ولا يمتثل للقرارات الامميه ذات الصله اما وزير الخارجيه البريطاني جيرمي هانت فقد وصف التجربه انها ذات طبيعه تهديديه وتناقض القرارات الدوليه مؤكدا ان بلادهم مصممه على وقف التجارب الايرانيه الولايات المتحدة دعت أوروبا لفرض عقوبات تستهدف برنامج إيران الصاروخي الذي ينتهك قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق الصواريخ القادرة على حمل الرؤوس النووية في وقت حط طائرة وزير الخارجية الأمريكي في بروكسل للغاية ذاتها في المقابل خرج المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ليقول إن برنامج بلاده الصاروخي لا يخالف أي قرار دولي مؤكدا ان ما جرى حق دفاعي صرف لبلاده لكن الحق الدفاعي الذي تحدث عنه قاسمي يبدو هشا امام الادله التي تقدم يوميا عن تدخلات ايران في المنطقه من امتداد رايات وكلائها الصفراء من العراق حتى لبنان مرورا بسوريا ثم دعمها لميليشيا الحوثي في اليمن بالصواريخ البالستيه حتى تفاخر المسؤولين الايرانيين غير مره انهم باتوا يحكمون سيطرتهم على اربع عواصم عربيه ويبغون الخامسه بيد ان الواقع يفرض سؤالا ملحا هل بمقدور النظام الايراني الحفاظ على عاصمته نفسها امام الغضب الشعبي المتزايد